كشف مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالعاصمة السعودية عن إنجاز 66% من مراحل تنفيذ مشروع قطار الرياض حيث تستعد المدينة نهاية العام الحالي لبدء التشغيل التجريبي للمشروع ومن المتوقع أن يصل عدد القطارات العاملة في المشروع إلى 338 قطارا تخدم أكثر من ثلاثة ملايين و ألف راكب يومياً تستعد مدينة الرياض نهاية العام الحالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع قطار الرياض الذي بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذه 66% وتشكل شبكة القطار العمود الفقري لنظام النقل العام في مدينة الرياض إذ جرى اختيار ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترا وبمحطات عددها 85 محطة تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية عطفا على ربطها بمطار الملك خالد الدولي ووسط المدينة تم استخدام آلات الحفر العملاقة تي بي ام سبع آلات حفر عملاقة على مستوى آه ثلاث مسارات في كان استخدمت أربع آلات حفر المسار اللي هو مسار رقم واحد طريق العليا البطحة آه أيضا تم استخدام آلة حفر آه في طريق اللي هو مسار رقم ثلاثة تم استخدام أيضا آلتين حفر لمسار آه رقم آه خمسة والمسار الأخضر وهذا المسار جميع المسار تحت الأرض وهذا يعني اللي سرع في إنجاز هذا المشروع وقد صممت شبكه القطارات باحدث التقنيات حيث تم اعتماد نظام تشغيل القطار اوتوماتيكيا بدون سائق مع التحكم بالتشغيل مع غرف تحكم مركزيه في حين اشتملت مواصفات العربات على احدث ما توصلت اليه تقنيه تصنيع عربات القطار في العالم كما تتيح للركاب خدمات الاتصال ونقل وتبادل المعلومات من ابرز مواصفات قطار الرياض ان باذن الله قطار الرياض راح يكون ست مسارات، راح يكون كل مسار له لون خاص فيه. كذلك قطار الرياض راح يكون نظام الي بدون سائق، ايضا راح تكون متوفر 338 عربه للقطار، وكذلك راح تكون التذاكر موحده من القطارات للحافلات. ويشتمل تصميم المحطات على استخدام تقنيه الخلايا الشمسيه، التي ستساهم في توفير 20% من استهلاك الطاقه الكهربائيه اللازمه للتكييف والاضاءة. وقد تم تصميم المحطات وفق نمط معماري موحد ليمثل هويه مشروع النقل العام بمدينه الرياض. مشروع الملك عبد العزيز يتضمن اربع محطات رئيسيه، اول المحطات حتكون المحطه الغربيه حتكون على الجسور، وثاني المحطات محطه المركز المالي حتكون على الجسور مصممتها المصممة زاها حديد تخدم مسارات ثلاثة المسار الاصفر والمسار البنفسجي والمسار الازرق، وثاني المحطات حتكون قصر الحكم حتكون انفاق، المحطه الرابعه والاخيره هي محطه العليه حتكون انفاق نصها فوق الارض ونصها تحت الارض، جميع المحطات حتشمل على محلة تجارية ومكاتب حكومية ومواقف سيارات. قدرت الطاقة الكهربائية لتشغيل المشروع ب 468 ميجا فولت امبير حيث سيتم تغذية كل مسار بالطاقة الكهربائية من مصدرين مختلفين عن طريق 12 عشرة محطة رئيسية في المدينة. سامي الحمود لتلفزيون البحرين. الرياض